اهلا بحضراتكم مره ثانيه، لسه معاكم من خلال الاهلي الليله. وفي بدايه هذا اللقاء ارحب بضيفنا الكريم الناقد الرياضي ورئيس القسم الرياضي في الاهرام الاستاذ محمود صبري. مساء الخير واهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا استاذ محمد. خليني افكر او اعمل تذكير سريع جدا للساده المشاهدين ببعض الحاجات اللي قالها استاذ محمود في الحلقات اللي فاتت. هو قلق جدا على الاهلي وعايزه يقدم افضل مستوياته في البطوله الافريقيه. استاذ محمود، رغم حوارنا معاه في اكثر من لقاء سابق وحصول الاهلي الحمد لله على العلامه الكامله في كل مبارياته في الدوري الممتاز حتى الان، الا ان الاستاذ محمود من الاصوات اللي دايما بتقول لازم نركز على ادائنا خارج ملعبنا للمباريات الافريقيه، وان تاريخنا بيقول او تاريخ النادي الاهلي بيقول انه بيحصد الالقاب لما بيلعب خارج ارضه وبيعود بنتائج جيده من المباريات المهمه مع منافس قوي خارج ملعبه. كمان كان بيتمنى الاستعداد بشكل افضل، وهو ما تم ايضا والتفت اليه النادي الاهلي والكل ركز على انه تكون التجربه في ترتيباتها افضل من التجارب السابقه او النسختين السابقتين من دوري الابطال. السفر مبكرا له حسابات هنتكلم عنها مهمه جدا، خاصه بالامور الخاصه بالطقس والاعتياد عليه والارتفاع عن مستوى سطح البحر وكل ما اشرنا في البدايه او في فقره الاخبار الى انه بيدي مساحه اكبر من اللاعبين للاعتياد على اجواء البلد اللي هم فيها جماهيريا واعلاميا ومناخيا وكل شيء، حتى يركزوا على كره القدم وتبقاش في اي عوامل سلبيه مؤثره عليهم. الامور شايفها ازاي يا استاذ محمود بعد الماتش اللي فات؟ بص، هو طبعا مواجهه كانت صعبه جدا مع فريق احد ابطال دوري ابطال افريقيا في السنوات الاخيره، يعني بطل 2016 على حساب نادي الزمالك في مواجهه مهمه. ايضا فريق بصراحه من الفرق بتادي كوره سان داونز بامانه لازم تقف تحترم عقليه اللعيبه وعقليه المدير الفني اللي بيجي هنا ينيمنا بقى بالتصريحات الجميله. خلاص كشفناه يعني من الكلام الحلو، وان اديك انطباع انك انت احسن منه وبرتب لك الترتيب اللي عملها كذا مره يعني. لكن اجمل شيء في المشهد الحالي انه نقطه من اول السطر، قرار السفر النهارده لجنوب افريقيا قرار مهم جدا وقرار يعني صحيح 100%. وعاوز اذكر الناس اللي ممكن ما كانش متابعه او يعني صغيرين في السن، مشهور في 2001 لما استرد الاهلي دوري ابطال افريقيا بعد 14 سنه اقام معسكر في جنوب افريقيا اكثر من 10 ايام، وكان بمناسبه في شهر رمضان، وكانت المباراه في توقيت اللي هتلعب فيه دلوقتي هو العصر، وكان في على الاقل 6 لعيبه كانوا صايمين في المباراه دي، وكان صاحب هدف التعادل اللي هو كابتن سيد عبد الحفيظ في مباراه كانت قويه جدا وشرسه جدا، والاهلي فاز باللقب واسترده في المرحله دي. للاهلي مع صن داونز صولات وجولات، السفر دلوقتي وبرئاسه كابتن محمود الخطيب قرار صحيح 100%. هسال حضرتك عن الامرين، هبدا بترتيب بترتيبات خاصه بالسفر مبكرا واهميتها، وسننتقل للحديث عن تولي الكابتن محمود الخطيب شخصيا رئاسه البعثه وتاثيرها المتوقع ان شاء الله على اللاعبين على مستوى الدوافع والحاله النفسيه والجديه والتركيز. عايزين نتكلم عن ان توافقت الرؤيتين، رؤيه المسؤولين في النادي الاهلي بترتيبات السفر مبكرا مع محبي النادي الاهلي في كل مكان داخل وخارج مصر اللي كان في تواصل مع بعضهم ومطالبات ورغبات وامنيات بان النادي الاهلي يسافر مبكرا عشان يوفر اعلى درجه ممكنه من التاقلم والاعتياد على الاجواء للاعبين. في ناس يعني شخصيات في اهلاويه تستحق انك انت تقف عندها، تستحق انها تاخد احدها، ويمكن على راسها من وجهه نظري انا كمتابع واعرفه بصوره شخصيه السفير ياسر مراد. سفير ياسر مراد لعب دور مهم جدا ممكن لجمهور الاهلي يعلمه ولا يعلمه في 2001، حتى انه مانويل جوزيه فوجئ بتقرير فني مكتمل عن فريق صن داونز وفريق كايزر شيفس واجوا قبل بعد كده في السوبر بتحليل فني راقي جدا، وكان حتى مفاجاه بالنسبه لنا احنا لسه نعرف الراجل قال كلام فنيا طريقه لعب الفريق لشكله في الملعب لفكر المدرب بتاعه من اللعيبه البارزين، حاجه يعني حاجه كده محترمه. ايضا سفير ياسر مراد انا فوجئت بيه باتصال يمكن من اسبوعين بيطالب بتليفونات كابتن سيد عبد الحفيظ لشرح وجهه نظر للتواصل معاه، وبامانه شديده يمكن اللي حصل يعني في بطوله العام الماضي والهزيمه الغير متوقعه يمكن يعني دي كانت صدمه لناس كتير ما كانش توقع انه يحصل ده، نتيجه انه الفريق خرج من مباراه الدوري شحن كبير جدا في مباراه الاتحاد السكندري وفوز 2-0 ثم التوجه الى بريتوريا، ثم كانت المفاجاه اللي حدث في المباراه. كل مباراة وليها ظروفها بتبقى أجواء مختلفة، لكن طبعا الأهلي قدره الكبير أنه هو لما تحصل حاجة زي كده بتحتاج وقفة، بتحتاج تحليل فني، بتحتاج دراسة الأسباب وإيه اللي حصل بالظبط، وأنه لازم يبقى فيه نقطة ومن أول السطر من وجهة نظري. السفير ياسر مراد من الناس اللي هم
يعشقوا الاهلي ويعني يهتموا ويقول اخباره في كل مكان رغم تواجده حاليا في سفير مصر في المكسيك، الا انه الاهلي ربما لم يبعد يعني لم يكون بعيدا عن قلبه عن ذهنه وعن تفكيره. فاعتقد انه من النصائح كانت مهمه جدا ان هو الفريق سافر في الوقت ده، مهم جدا انك تسافر تاخد الاجواء تكتسب تعيش تبقى في حاله من التركيز. مباراه العوده في يوم 7 مارس اعتقد تكون مباراه صعبه جدا، مباراه ستحتاج روح البطل، ستحتاج ال 11 يعني بطل في الملعب 11 مقاتل. الحصول على دوري الابطال لم يعد امرا سهلا خلاص، الكره تطورت. وحضرتك قلت من اسبوعين ثلاثه واحنا بنتكلم على شاشه قناه الاهلي، قلت اتمنى ان هنا نستفيد من الدروس اللي فاتت ان احنا نكون دايما ترتيباتنا افضل من خلال الخبرات اللي بنكتسبها من المواقف الصعبه اللي مرينا بيها. فحضرتك قلت اتمنى السفر مبكرا، اتمنى ان يبقى الترتيبات في النادي مختلفه للسفر والاجواء وحاله المناخ او لازم تعيش وخلاص. ليه بقى؟ واضح ان النادي الاهلي ركز بقوه على حضرتك الغالبيه من العناصر الموجوده لسه عناصر ما اتعودتش، لسه ما عندهاش الخبرات الافريقيه، الخبرات الافريقيه محتاجه. لكن عايز اقول انه لابد انه يظهر معدن الفريق من معدن واداء لعبته. يعني انا مش عاوز اقارن واربط واقول انه في فرق النهارده بتعمل شغل في افريقيا، يعني النهارده مش عاوز احط الاهلي في مقارنه، الاهلي يعني من وجهه نظري اكبر من يعني كبير جدا عنده جمهور وكبير جدا عند الناس اللي متابعين كبير جدا، لازم يبقى في حسابات اللعيبه. لا جه الوقت انه لا محتاجه وقفه جامده جدا مع اللعيبه الجماعه. مباراه صن داونز صعبه جدا، مباراه يعني مش نخاف منها. انت نازل عندك هدف، هدفك هو الوصول للمباراه النهائيه مش وصول مباراه السيمي فاينل. طيب انا عايز هدفك الوصول كمان للقب، مش يعني هننتقل للحديث عن الامور الفنيه وشكل الاداء اللي حضرتك بتتمنى تشوفه وكمان تقييمك لادائنا في المباراه الاولى على ملعب استاد القاهره وسط جماهير النادي الاهلي وحسم اللقاء 2-0، ودي الجمهور كمان شايف انها يعني خطوه مهمه طبعا. وفيها درجه كبيره من اننا تخطينا نسبه كبيره، ولكن لسه الشوط الثاني هناك في جنوب افريقيا لازم يؤخذ بنفس الجديه. بس خلينا نتوقف شويه عند ايضا قرار النادي والاتفاق على ان يقود البعثه ويتولى رئاسه البعثه الكابتن محمود الخطيب، اهميه ده قبل المباراه الثانيه. ده مهم جدا، رئيس ده ما يكون رئيس النادي على يعني على راس البعثه، فده بيعطي يعني رساله مهمه جدا للجهاز الفني وللعيبه على اهميه هذه المباراه واهميه هذا اللقب، وانه رئيس النادي بنفسه يعني رغم يعني دي السفريه الثانيه عمل الهلال السوداني تواجد، ايضا مباراه تواجد في جنوب افريقيا، اعتقد انه ده لازم يكون حافز للعيبه، ولازم اللعيبه تعب وتشوف الجمهور عمل ايه في المباراه على مدار مش 90 دقيقه، ده من قبل ال 90 دقيقه. يعني انا عاوز احيي جمهور الاهلي انه خلاص بدينا تخطينا حطينا رجلينا خطوه كويس، بدانا نخلع شويه من حاجات احنا مش حابينها. عاوزين بقى يعني الجمهور يفكر في فريقه بقى، يفكر في فريقه يبقى عنده هدف ان انا اساعد الفريق ولاعيبتي، ان انا اقف معاهم، ان انا اساندهم. خلاص انت المساله ما بقتش سهله جدا بالنسبه لك، لانه في اطراف اخرى بتدخل على الخط وتبص امور مش من شانها لك، حاله من اللخبطه وحاله من المشاكل. فانت المنظر اللي كان موجود امبارح منظر رائع، منظر يستحق عليه جمهور الاهلي اللي هو نقدر نقول بدانا ندخل في الاجواء وبدانا ندخل نحو مهمه انه مش هنتنازل عن اللقب. ده شيء كويس جدا انك توجه رساله للعيبه، وان كتير من اللعيبه محتاجه ان هي تقف مع نفسها ماشي، تحتاج ان هي تبذل يعني جهد افضل من كده، تراجع نفسها وتتفرج على نفسها في المباراه تانية تشوف هي عملت ايه، ايه الاخطاء اللي ارتكبها اي لاعب يشوف نفسه. لابد انك تتطور لان الاهلي يستحق منك اكتر من كده. الاهلي بيديك كل حاجه، الاهلي اداك كل الامكانيات واداك كل الفرص وحطك في مكان، لابد انك انت ترد الجميل للنادي وترد جميل لجمهوره. الاهلي جمهوره، الجمهور اللي في كل مكان. يعني هنا حضرتك بشكل مباشر بتطالب كل نجوم النادي الاهلي ان ادائهم كمان يكون حتى افضل من المباراه اللي فاتت. لا طبعا انهم يادوا هناك في جنوب افريقيا بشكل يفوق ادائهم في المباراه الاولى اللي خرجنا منها راضين عن النتيجه وفزنا فيها 2-0. بتواجه انت شفت فريق منظم جدا يا استاذ محمد، فريق صن داونز، فريق عارف عاوز يعرف ايه في يعني هو عارف هدفه ايه من المباراه بتحركات لعيبته. مدير فني نازل وعارف ايه ده يعني. بس عاوز اقول لك ايه، يمكن هو بعد انتهاء الشوط الاول الراجل حس انه خلاص يعني جاله سنه انه ممكن يكون خلاص طمع انه خلاص المباراه انتهت بالنسبه له. الهدف في الشوط بدايه الشوط الثاني اجاي ومعلول يعني
انقذ الموقف، حل مشكله، وضربه الجزاء بعد نزول بادجي. يا عم احنا جايبين يعني دافعين الفلوس كلها في بادجي وجايبينه ليه؟ جايبينه ما نتفسح؟ ها؟ لا مش جايبينه يتفسح، ده لازم يبقى اساسي، يعني عاوز الناس عاوزه تشوفه، انت جايبه في افريقيا عشان يعرف يواجه اللي احنا شايفه، لما نزل حصل ماشي، الراجل مثلا ممكن تبقى ماشيه معاه، اديله فرصه. يعني سيب، عاوزين نشوفه، الناس عاوزه تشوفه، ممكن يعني احكم عليه في الماتشات اللي زي دي، المباريات اللي زي دي، انت عاوز لعيب يخوف، عاوز لعيب يعمل لك شغل، عاوز لعيب يعمل لك حركه، مع كامل احترامي. وهو قدر هو قدر ان هو يعمل بالقوه البدنيه وبالسرعه. وانا كنت اتمنى بعد الهدف صعب، بعد الهدف الثاني كان بامكانك انك تضغط اكتر من كده. يعني مش هنتدخل في شغل المدير الفني، بس الناس كان عندها احساس نفسها في الثالث. الثالث كان هيديك احساس بالامان. خلاص يعني الفريق بيزيد، كل هدف بيزود الفريق وثقه الفريق في المباراه الثانيه. لكن ايه برضه، انت عندك كل مثلا الوداد والنجم 2-0، الرجاء ومازيمبي 2-0، خلاص الزمالك والترجي 3-1، الاهلي وصن داونز 2-0. اصحاب المراكز الثانيه في المجموعات هي اللي عملت المفاجاه على اصحاب المراكز الاولى. مواجهه العوده بالنسبه لكل دول هتبقى صعبه، كلنا على ملعبه. هنا سيظهر يا استاذ محمد معدن الفريق البطل اللي عنده قدره على تحمل التبعات واظهار قوه الفريق وجماعيه الاداء في مواجهه خصم شرس على ملعبه وسط جماهيره. خصوصا ان حضرتك بتقول ان لسه الشوط الثاني ولسه الفوارق بهدفين بتخلي في دفع عند الفريق اللي هو في مباراه العوده اللي خسر المباراه. انت عندك داخل المباراه قوية جدا. داخل المباراه اعتبرك داخل المباراه 0-0. يعني لازم يبقى عندك دافع انك انت مهمتك الاساسيه انك تصل الى احراز هدف. ده هيحتاج شغل كبير جدا من الجهاز الفني وجراءه وقوه من اللعيبه اللي هي عدم الخوف. يعني انك تتجاوز وتكسر الحاجز النفسي مثلا في الشوط الاولاني وعدم اصابه مرماك بهدف، ده بيديك خطوه مهمه جدا انك انت تتمسك. يعني مش عايز اقول، مش عاوزين نكرر اللي حصل في مباراه الهلال السوداني. يعني احنا مركزين وضيعنا فرص، يعني فرصه لضياع كهربا كان خلصت الماتش 2-0 مستريح. يعني يلام على كهربا فيها حاجات زي بره بتيجي مره واحده، مش محتاجه انك انت تضيع مجهود. هي فرصه واحده ممكن تحسم، هي فرصه واحده، هي تحسم البطوله وتحسم اللقب وتحسم طموحاتك. انت عايز ايه؟ فاللي انا عايز اقول لك ان هي فرصه واحده، هي فرصه واحده بتديك الامل انك انت ايه، خلاص المشوار قدامك، خلاص يعني عديت. لكن صن داونز لن يكون لن يكون يعني منافس سهل بالامر السهل، لا هتشوف فريق مختلف. في الحاله دي لابد ان يرى صن داونز من الاهلي ولاعيبته ما لم يراه من قبل. بس الجمهور عنده طموح، عنده كمان ثقه في لاعبينا. صحيح المباراه لسه ما انتهتش وشوطها الثاني وال2-0 فوز يعني بنتيجه جيده، ولكن ما حسمتش اللقاء لسه. طبعا احنا بنتكلم ان لسه الشوط الثاني، وحضرتك بتقول كانها مباراه واحده بين الفريقين. لازم نتعامل معاها كده ان احنا نخرج احنا بنتيجه على قد ما نقدر افضل من المنافس في المباراه الثانيه. في جماهير عندها طموح، هيبقى عنده ضغوط المنافس باذن الله على صن داونز على ملعبه. هيبقى عنده على تحقيق، هيبقى عنده ضغوط عشان عاوز يعني لسه عاوز يعوض الاهداف. انت لازم يكون، انت لابد انك تتحط تحت ضغط، انت لازم تبخته. يعني انت لو شفت بدايته في المباراه هجمه انفراد في المفاجاه، يعني انت لازم يبقى عندك اللقطه دي انفراد بهدف، هتلقى الدنيا اختلفت خالص، هتلقى الموازين اتقلبت. لكن انك انت يعني يشعر وتدي فرصه لصن داونز انك انت متراجع، هيصطادك. ها ولازم يبقى فيه كمان اعداد نفسي وكيفيه مواجهه الحكم. يعني الحكم ده محتاج قصه تانية. بكاري جسامة ده عاوز ايه؟ ما تروحلوش وحدك. يعني لازم يبقى لعيبه الاهلي يتم اعدادهم، انك لما تروح 3 4 5. يعني لازم الحكم يتحط تحت ضغط، واحنا عارفين انه الشمال الاخوه في شمال افريقيا متمرسين، الترجي والنجم والوداد في الحوارات الجانبيه معاهم، فلما تروح لوحدك لا، لازم يبقى عندك خبرات ولعيبه
تبقى ايد واحده في الملعب. يعني ايه بتحصل حاجه مشكله بس في حوار مع الحكم عن اي قرار في جدل عليه او خلاف عليه لازم في دون اي بس باحترافيه لازم نوضح دي يعني نكرر الكلمه دي انه باحترافيه شديده عشان ما نخسرش جهود يعني اي لاعب في المباراه. ما هو انا اقول لك وانا بقول لك انت روح اضربه لا طبعا الاهل لا لا يمكن منها يوافق على الكلام ده لكن بقول لك ايه ما يعني اقول لك ما تخليهوش يصطادك يعني لازم تبقى حذر وما تخافش منه يبقى عندك جراءه ما تفكرش في الحكم ما تسمعش ان الحكم ممكن يعمل حاجه كله بتفرج وشايف ها والامر مش سهل بس انت ما تديش للحكم الفرصه انه يصطادك في حاجه ليه يعني احنا مش عاوزين نتكلم عن اسود اسامه ده تاريخ تاريخ من مباراه الوداد في 2017 ومرونا بحاجات تانية مش عاوزين نتكلم فيها يعني ومع صن داونز برضه في برج العرب لو تفتكر ماتش العوده بتاع السنه اللي فاتت برضه كان موجود ويعني برضه عمل نفسه فانا عاوز اقول لك انه المباراه مكتمله من وجهه نظري كمتابع وكمراقب اراها مباراه نهائيه مبكره للاهلي في بريتوريا مباراه زي ما بقول لك وما زلت اؤكد انه هتحتاج جهد كبير من فايلر ومن سيد عبد الحفيظ تحتاج جهد من اللعيبه ان هم يحفظوا كويس جدا ان هم رايحين يدافعوا عن البطل وعن تاريخه وعن حاجات كتير هم عارفينها ولازم يعرفوها وصن داونز مش بالفريق المرعب مع كامل احترامي انه فريق بيدي كوره جميله جدا الاهلي ايضا فريق كبير وما يقلش مش عاوز اقول في حاجات انا مش عاوز اقول اتكلم على التاريخ لا انا عاوز اتكلم على دلوقتي دلوقتي كل الامكانيات متوفره كل الامكانيات موجوده رئيس النادي بنفسه براس البعثه ده دليل على اهميه المباراه اهميه الحدث دي بطوله افريقيا ودي فرصه كويس جدا انها تبقى رده فعل ورساله انه مش الاهلي بس واحنا بنقول يعني احنا قلنا انه في تباين في الاداء المحلي والاداء الافريقي فرصه انك تخرج من الدايره دي ايه الحاجه اللي محتاجين نتحلى بيها او يتحلى بيها فريقنا ونجومنا في المباريات اللي جايه وصولا باذن الله في حاله اذا وفقنا في الوصول للنهائي والفوز بالبطوله واللي كنا بدرجه ما مفتقدينها في النسختين او ثلاث نسخ اللي فاتوا من البطوله ايه الحاجه اللي حضرتك شايف انها لازم تبقى موجوده في الملعب في كل مباراه بنؤديها وبتفرق جدا مع الاهلي في النتائج وفي الاداء استغلال الفرص استغلال الفرص عدد الفرص لو رجعنا بالذاكره وشفنا نهائي 2017 ونهائي 2018 هتجد الفرصه في المباريات الكبيره الفرصه ثمنها ذهب يعني اذا اهدرت فرصه والثانيه خلاص انت خرجت بره المباراه المنافس هيستفيد في مباراه النهائي في 2017 هنا في برج العرب شوف عدد الفرص اللي اهدرها مهاجم الاهلي في بدايه الشوط الاول في المباراه في بدايه الشوط الاول لا يقل عن 7 اهداف كان نتيجه انك انت حرصت هدف واصيب مرباك بهدف التعادل خلاص في المباريات اللي زي دي لابد ان يعلم لعيبه الاهلي انه دي مباراه الفرصه والنصف فرصه وربع فرصه يعني لازم تبقى انت مقدر جهد الفريق وجهد الجمهور وجهد النادي والاداره والناس دي كلها عشان انت تستطيع يعني انت يعني ده اللي لابد يكون هيترجم كل الجهد ده فرصه نستغلها بشكل جيد او فرصه لا قدر الله تضيع محمد انت لو يعني باذن الله تعالى ان شاء الله يعني يكتب الله التوفيق للفريق في المباراه دي يعني عيش معي انك احرزت هدف في بدايه المباراه شوف رده فعل المنافس هيبقى ازاي شوف يعني هيديك فرصه تضعه تحت ضغط خلاص يديك فرصه انه ممكن تجيب الثاني لكن انت لو اهدرت فرصه والثانيه هو خلاص اقتنع انك انت مش قادر فهيستضيف هيزيد ضغطه على إذا الفريق لم يكن لديك قوه وصلابه وان كل اللي بتتعرض له ان عزيمتك قويه وليس عزيمه رغوه انك انت عندك طموح بتقاتل على حاجه انت عايزها وعندك هدفك وطموحك هو ده الشيء اللي لازم طيب الامور الفنيه اختصاصات ريني فايلر وجهازه المعاون بالتاكيد وصلاحياته بلا تدخل حتى مجلس اداره ما بيتدخلش في الامور الفنيه لا. ولو له رؤيه بتبقى رؤيه في اجتماعات بيتم فيها مناقشه بعض الامور او مراجعتها دون التدخل طبعا في اختصاصات وصلاحيات فايلر وجهازه المعاون لكن كيف تتوقع وما الذي تتمناه للتشكيل اللي هيبدا المباراه الجايه وطريقه اللعب هل حضرتك بتشوف او بتتمنى او تتوقع اننا نبدا بنفس طريقه الاداء بنفس التشكيل اللي بدانا بيه مباراه استاد القاهره ولا تتوقع تغييرات سواء في التشكيل اللي هيبتدي او في طريقه الاداء
لا بص طبعا النواحي الفنيه هو اقدر هو اللي عارف الفرقه يعني، عشان نحترم كل واحد بيأدي شغله، هو عارف قدرات لعيبته وهو عارف عايز المباراه محتاجه منه ايه، محتاج انك انت تكسب وتتجاوز الدور الثمانيه وصول السيمي فاينل. الاكيد هو هيتفرج على سان داونز في ملعبه، واكيد عارف مصدر قوته فين. انت لابد من فايلر اكيد لابد ان يلجا الى وقد الفكر الهجومي من بدايته، يعني القضاء عليه من منطلق، يعني من اين تبدا هجمته وتصل لمين ومين اللي بيحرك الفريق. اكيد ده الكلام ده يكون في اعتبار. لو جيت قلت لي اقول لك يفضل انه الاهلي يلعب بثلاثه في نص الملعب عشان السرعه، ثنائيه متولي وياسر انا شايفها ثنائيه مبشره، يعني في مباراه امبارح ثنائيه ممكن يتم تثبيتها، يتم تثبيتها واللعب عليها. الدويتو ده كان موفق كمان في مباراه يعني السوبر ممكن اللي بدانا بيها الموسم امام الزمالك، فوزنا بيها. الثنائيه ممكن تستحق انك انت تقف عليها. ممكن يعني تفكر، هل يعني هقول يعني لو انا قلت هنبالغ يبقى انت هتلعب تطمع فريق سان داونز فيك، لو هتلعب بثلاثه الثلاثه دي ممكن تلعب بيهم في نص الملعب عشان تقفل الدايره بالظبط. انت لو خدت نص الملعب مشاكل كتير بالنسبه لك اتحلت، لانه طبعا اللعب القصير السريع، وشفت خفه الحركه في ضرب الدفاع عامله ازاي، شفت التحرك بالكرات العكسيه امبارح في كذا لقطه، تستحق من فايلر واللي معاه ان هم يقفوا ويتفرجوا تاني ويشوفوا من فين اللقطه بتيجي، من فين في سرعه يا استاذ محمد، ازاي تقدر تكبح جماح السرعه دي. هيبقى فيه جهد، هيبقى فيه عمل كبير جدا، وولادة البطل هتبقى في المباراة دي، ولادة البطل البطولة دي هتبقى في المباراة دي، لأنه خلاص أنت عديت، خلاص تحدد أربع، هتبقى أربع فرق، خلاص الأربع فرق المواجهات التانية خلاص، لأن المباراة النهائية تبقى مباراة واحدة، فالمباراة النهائية تبقى في السيمي فاينل. فأنت في مباراة العودة هو قال لك ايه؟ قال لك واحد الملعب بتاعنا وحش، شوف الذكاء بتاعه، والملعب بتاعنا وحش ومش عارفين نعمل ايه، عامل لنا مشكله. شوف بصدر لك بيشغلك بحاله هو عارفها، اتفرج ورجع بذاكرتك للاهداف اللي جت في اول نص ساعه في مباراه السنه اللي فاتت، شوف كلها كور ايه؟ ها؟ كلها كور عرضيه وعكسيه، خلاص وتحرك من بين يا من الاطراف يا من القلب. ها الوضع في فرقه الاهلي اختلف عن يعني الموسم الماضي، في ملامح فرقه بيتم بنائها وما زلت من وجهه نظري ومتماسكه فنيا، لها شكل وقوام الفريق متماسك مقارنه بالموسم اللي فات. لا طبعا يعني بتقول حاجه في الملعب يعني في شكل، بس برضو ما زلت عشان ما حدش يزعل مني بقول البناء لم يكتمل، لسه اللعيبه محتاجه جهد اكتر من كده، يعني قفشه محتاج جهد اكتر من كده، يعني رغم انه اتحرك امبارح وحاول لابد التصويبات تكون فيها دقه اكتر من كده، لابد يكون في تعاون من جانب حسين الشحات، لا يعني محتاج تركيز اكتر من كده. حسين يعني مش عارف يعني اعتقد يا مرهق يا مجهد، لا محتاجه سرعه، مش محتاجه انك ما فيش تفكير يعني لازم تلاحظ حاجه، الاهلي يمكن السنه عمل الوان تو سريعه، الوان تو سريعه في مباريات كتير عملت معاه فرق مهم جدا. كمان في النقطه الخاصه بمجدي قفشه يا استاذ محمود، لانه مجدي قفشه دريبلر كويس قوي، بيراوغ كويس وبيقدر يعدي من اكتر من باك، فلو بيقدر يوجد لنفسه مساحات كويسه، فلو تسديداته كانت متقنه هتعمل فرق كبير. انا بقول لك محتاج مساله يشتغل على نفسه، يعني الجهاز الفني يشتغل، مش عاوزين نقول مدربين اللي قبل كده عملوا ايه مع لعيبه وكان بيطوروهم، بيجيبوا بدل ما التمرين الصبح بس كان بيجيبوا تمرين بعد الظهر وبيقعد يحفظ فيه، ما لازم مش عاوز اقول يوم كامل والكلام، لا المدير الفني اكيد شايف وتقدر. يا جماعه يعني الاهلي كبير، مش يعني في قلق من مباراه العوده لكن اللعيبه نفسها لازم عندها احساس ثقه في نفسها ان هي تستطيع انها تتجاوز. بشكل عام بتطالب باستخدام مهاره التسديدات على المرمى اكتر، زي ما نحن متفقين يا استاذ محمد، الفوز باللقب يبدا من بروتر، ان دي المباراه الفاصله بالنسبه للاهلي في لا 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 دي من وجهه نظري من اصعب المواجهات للاهلي،
المواجهات النفسيه مع فريق عمل معاك نتيجه صادمه. طب ده عادي في كره القدم. اي فرق مازيمبي فاز على مازيمبي فاز على الترجي مازيمبي فاز على الترجي 5-0 مازيمبي مش عارف مين خسر 5-1 مش عارف. عاوز اقول لك ايه، في هزائم بتكون نقطه انطلاق لمرحله جديده، وفي هزائم ممكن تنزلك تحت. الاهلي من الفرق اللي بيعرف بتعرف تلم نفسها بسرعه، هو ده قدر البطل، ولازم اللعيبه يعرفوا ان هم بيمثلوا البطل. لازم انت من يعني لازم من داخلك تعرف انك انت واصل 2 فاينل متتالي ولم يحالفك التوفيق، وبامكانك انك تسترد كل اللي حصل ده كله في البطوله دي. بطوله صعبه، بطوله صعبه، خلاص كره القدم اتطورت، عاد ما عادش فيه صغير وكبير، خلاص في تطور. انت قدراتك ايه؟ انت بتمثل الاهلي، الاهلي يستحق منك ويحتاج منك تضحيه اكبر من كده. بعض الناس اللي بتسمع حضرتك دلوقتي ممكن يختلفوا معاك، يقولوا هو ليه الضيف فلان بيقول ان دي المباراه اللي بعتبرها الفاينل؟ هيقولوا ما لو تخطيناها باذن الله وفقنا الضيوف كلها والخبراء والمحللين الفنيين هيتكلموا يقولوا نفس السيناريو ان المباريات مصيريه في السيمي فاينل، واذا باذن الله تخطينا السيمي فاينل هيقولوا ده قبل مباراه النهائي ان هي مباراه الحسم مباراه العوده للفوز باللقب. هو السؤال هنا انا عايز حضرتك توضح للناس، حضرتك بتتكلم عن المباراه الخاصة بظروف بعد السنة اللي فاتت ونتيجتنا غير المتوقعة أمام سان داونز، وإن احنا قربنا خطوة وكسبناه في مباراة الذهاب 2-0، ولا حضرتك بتتكلم عن إن النادي الأهلي ياخد كل مباراة وكل مرحلة إنها نهائي بطولة في الفترة دي، محتاجين نتعامل مع كل مباراة بدرجة الاهتمام بتاعت مباراة الفاينل؟ مباراة الكأس حضرتك بتصم عليها كل مباراة إيه؟ نهائي. يعني أنت لو في الكأس لو خسرت بتطلع خلاص. أنا بلمس جزئيه انه في حاجز نفسي اتعمل بعد نتيجه البطوله اللي فاتت. كونك تكسر الحاجز النفسي دافع كبير جدا، ده في حد ذاته بيديك ثقه في نفسك انك انت تجاوزت الفريق اللي عمل معاك نتيجه اللي هو من افضل الفريق الذي لم يخسر في التصفيات. الفريق اللي حظي حقق العلامه الكامله لاول هزيمه يعني تلحق بالفريق. انا بقول لك اهو بس الناس بس ترجع معايا، بس انت بتواجه فريق ذكي جدا ومدربه ذكي جدا ومغرور بعض الاحيان. فبالنسبه لك لما باذن الله تعالى لما تتجاوز هذه المباراه نفسيا انت كسرت حاله الخوف اللي تسربت داخلك او حاله الشعور بالضعف بعد اللي حصل في الموسم الماضي. انت خطيت خطوه وتجاوزتها، يبقى عندك ثقه لما تلعب مع اي منافس. ايه هو المنافس اللي متوقع؟ يا الوداد يا الرجاء. الوداد ومعانا حكايه في 2017 وفاز 2-0 على النجم الساحلي، ماشي. يا الوداد يا النجم الساحلي، انا اسف مش الرجاء، الرجاء ما ده مع زمي. الوداد والنجم الساحلي، والنجم انت قابلته مباراتين 1-0 و1-0. المباراه دي مختلفه عن الاثنين دول من وجهه نظري. انت بتواجه فريق يعني صعب، يعني بص على مواجهاته مع الوداد، بص على مواجهات كان معاه في نفس المجموعه وده طلع تاني خلاص. فاللي انا بركز عليه، انا بتكلم على المرحله دي، بعديها افكر يعني الساده المشاهدين بحاجه. في 2001 كانت ايه المباراه الفاصله والنهايه بالنسبه للاهلي؟ تخطي الترجي 0-0 في القاهرة، خلاص كل الناس رايحة، خلاص الأهلي خرج من البطولة. كرتين في القائم، كرة في العارضة من إبراهيم سعيد وفرص ضائعة وخلاص وانتهى الموضوع. صح؟ في الدقيقة 37 من الشوط الثاني اتولد الأمل ولا ما اتولدش؟ صحيح. ها؟ بكرة غير متوقعة ومباغتة ومفاجأة ومحدش شاف غير هي في الجول. انت اخلصت في مباراه الذهاب، ربنا كفك في مباراه العوده. واجتهدت كمان في مباراه العوده. بقول لك اهو اجتهدت وعملت جدا على مرمى، انا بكلمك اهو واجتهدت وعملت نتائج، ودي كانت نقطه انطلاق بالنسبه لك انك ايه تحقق نتيجه ايجابيه مع الترجي. وقتها ترجي دوله كان هدف ملعبه خلاص، هم نفسهم كان هدف غير هدف. فاللي انا بتكلمه كان دايما مباراه مواجهات الاهلي والترجي فيها نقطه صدام نفسيا. فانت النهارده لما تيجي مع سان داونز وتكسر الحاجز نفسه تعدي دور الثمانيه السيمي فاينل، انا بقول لك الوضع هيبقى مختلف في الدقه من النهائي.
ليه؟ ال- ال- الوداد او النجم هيبقى عندك طريقه تعامل مختلفه، هيبقى عندك استعداد او خلاص في عندك ثقه نفسيا انت اكتسبتها اني استعدت شكل اداء الفريق البصل اللي بيقدر يكسب المنافس القوي على ملعبه. خلاص استعدت استعدت الشخصيه بتاعتك اللي كانت تايهه منك وانت بتدور عليها لبستها تاني. هنا يبدا اللعيبه اللي لسه يعني مش عاوز اقول ما عند لا يعني مش عاوز اقول ما عندهمش الخبره الافريقيه، بس ما خلاص انت لازم تعرف انك انت بتمثل النادي الاهلي. ما عادش ينفع يعني النهارده مثلا بيراميدز بيلعب في الكونفدراليه عمل نتيجه كويسه جدا النهارده 3-0 في مباراه الذهاب، عامل نتيجه كويسه بامانه شديده يعني. والمصري هيلعب النهارده الساعه 9 برضه في الكونفدراليه مع نهضه بركان، وعنده يعني نتمنى له يعني نتمنى المباراه يعني كويسه. كل ما يبقى فيه انديه من مصر متواجده في الادوار النهائيه كل ده يصب في صالح المنتخب الوطني اللي عندنا طموحه ان يودينا كاس عالم ويودينا كاس امم افريقيه ويبقى عاملين لنا شكل. فاللي انا عايز اقول لك مباراه صن داونز مباراه مهمه من وجهه نظر وتقدير يعني مع كامل احترامي لاي يعني الاراء الاخرى، انا شايف اذا استطاع الاهلي يخرج بنتيجه ايجابيه فسيكون اقترابه من اللقب ان شاء الله باذن الله تعالى بنسبه كبيره. استاذ محمود اللي انا فاهمه كده بين السطور من كلام حضرتك وصحح لي يعني ان حضرتك كمان طموحك بيتخطى فكره ان انا ارجع بنتيجه ايجابيه مثلا بالتعادل او ان انا اخرج بنتيجه اجمالي لقائين يكون في صالحنا ونوصل سيمي فاينل، حضرتك طموحك اكبر من كده. عاوز اكسر الحدود دي. بتتمنى استعاده شخصيه البطل من خلال فوز واداء رائع افضل من صن داونز على ملعب. طبعا لا ان ده اللي هيرجع او هيعلي الدوافع جدا عند اللعيبه ان شاء الله وثقه جماهيرهم ان شاء الله. انت لما تكسب صن داونز في رد فعلها هيبقى عامل ايه معاك؟ طبعا ثقه كبيره جدا صح؟ صحيح هيبقى رساله لمين؟ للمنافسين في الادوار اللي جايه. ما برضه العوامل النفسيه والضغوط هتبقى رساله للمنافسين، فده شيء مهم جدا. يعني انت رايح وعندك هدف ونقطه ومهمه جدا في صن داونز انك انت تكسب، مش رايح عشان تلعب عشان مجموع المباراتين وتلعب على تعادل. انا عايز اكسب المباراه دي كبطوله. لا انا عاوز اكسب المباراه دي، مباراه فاينل وانا اعتبر 0-0 هنا وانا رايح المباراه، اللي هيفوز بالمباراه دي ياخد الاخر. انت لازم تتعامل بالمنطق ده كمان في المباريات الكبيره اللي زي دي. يعني مش عاوزين نرجع للتاريخ، يعني احنا قلنا قبل كده نجيب ناس تقول التاريخ وتشوف، يعني مش عاوزين نقارن بالاجيال المختلفه. الكوره بتتطور والنهارده الاهلي من 5-6 سنين كان عنده فرقه الجيل الذهبي كسر الدنيا وكسر المونديال، اللي حاليا يقدروا يعملوا كده بمزيد من الجهد والعمل والاخلاص والشغل واصوات الجماهير دي اللي وراهم في كل مكان والناس اللي بتدعي لهم والناس اللي بتمنى لهم التوفيق. الاهلي يستحق يكون في مكان احسن من كده. وحضرتك شايف انه هيبقى مفتاح الوصول للقب ان شاء الله او على الاقل من نتيجة مباراه ان انا احسم المباراه هناك من نتيجه مباراه. انت هتلاعب يعني مش عاوز فريق مش هو يعني مش عاوز اقول لك مش المرعب انك تخاف منه، لا فرقه كوره فلازم تلعب معاه كوره ولازم تثبت انك انت البطل وان البطل اذا ترجى يعني كده ونزل من على صاحب جواده، وانما ده بياخد بيلتقط انفاسه ليستعد للانطلاق. جه الوقت انك انت طيب تستعد بعيداً عن المباراه دي، بس خليني اتكلم مع حضرتك بشكل عام عن السيناريوهات اللي بتبقى امام اي مدير فني في سيناريو مشابه. مش هنا بتكلم عن الاهلي بس او عن فايلر بس، بتكلم انه هل المدير الفني في اي بطوله او ادوار اقصائيه متفوق 2-0 في الماتش الاولاني ومباراه العوده هيلعب مباراه بنقول انه عايز يحقق فيها نتيجه ايجابيه، هو عنده عده سيناريوهات توصله للسيمي فاينل، المنافس ما عندوش الا سيناريو واحد طبعا. هل ساعتها المدير الفني بيغامر بنفس درجه الفريق اللي خسر المباراه الاولى، ولا احيانا بيلجا لبديل من البدائل المتاحه قدامه انها توصله؟ طبعا ده بقول لحضرتك هي مباراه العوده بتاع السنه اللي فاتت انتهت مش 1-0 بهدف وليد ازارو صح؟ كانوا عاملين ايه معانا؟ سيناريو مختلف خالص. سيناريو معتمد على وعملوا هجمات مرتده في منتهى الخطوره. خلاص؟ وأهدروا اكتر من فرصه واحنا ضيعنا وفي حاجات من الحكم ويعني ايه مساله كان في مشاكل الناس كان كتير في مشاكل كتير وكان يعني الناس كان عندها امل انه يحصل وكان يحصل، بس الكلام ده ايه يعني يعني ما كانتش كانت يعني نسبه قليله جدا لو موجوده يعني كان ممكن تعمل نتيجه كويسه 3-0 2-4 كده
لكن فرقه كانت عندها حاله فوران فريق سان داونز وجاي منتشر وما اكتفتش بالفوز الكبير في المباراه الاولى وانت نفسيا متوتر وبتاع حضرتك عايز الاهلي يلعب كده المباراه الثانيه ما يكتفيش بالفوز 2-0 فايلر بتبان برضو قيمة المدربين الكبار في هذه المواجهات. هرجع للتشكيل. هل أنا بقول تتوقع أو تتمنى أن احنا نبدأ يعني بنفس الشكل؟ بص مش مسألة أتمنى هو مسألة أتوقع. هو اللي هيقدر يحدد شكل الفريق، لكن هو التشكيل اللي لعب بيه في مباراة الذهاب كان اختيار موفق في العناصر اللي هو حط. ممكن يكون تفكيره إنه يلعب بثلاثة في نص الملعب دي برضو هتبقى لحاجات هو شايفها. أو ممكن يلعب بنفس التشكيل ويغير مثلا يقول لك أغير رأس حربة وألعب مثلا ممكن يقول لك العب بثلاثه والعب من غير راس حربه العب بقى جاي زي ما هو او ممكن مثلا مروان ممكن يبقى ايه اليوبادجي ممكن يبقى عنده كذا تفكير هو هيبقى عنده سيناريو ليه لانه هيتفرج ويشوف اكتر من مواجهه لسان داونز على ملعبه وسط جماهيره بيبقى عامل ايه في المواجهات الصعبه اللي زي دي يبقى تفكيره ايه وممكن يعمل ايه وفكر كمان فيه عندنا ميزه ان محترف جديد في صفوف الاهلي زي اليو باتجي كل خطوه جديده او كل نجاح جديد هيحققه مع الفريق هيديله ثقه اكبر طبعا هينسجم مع الفريق اكتر طبعًا. يعني اللي قدر يعمله في الوقت اللي شارك فيه وقت محدود شارك فيه في اللقاء اللي فات وقدر تكون تدخلاته مع المدافعين في سان داونز حاسمه بان احنا نحصل على ضربه جزاء في وقت نحسم فيه لقاء او يطمنا اكتر بهدف تاني ده هيديله ثقه اكبر في مشاركاته اللي جايه ان شاء الله مهم انا بقول لحضرتك هو يعني انا كان وجهه نظري مثلا اليو بادجيت كان ممكن ياخد فرصه من مباراه السوبر السوبر المحلي يعني كان لازم عنده نوع من الجراءه انه يلعبه لانه كنت عندك هدف وطموح اكبر في دوري ابطال افريقيا يعني لازم انت عندك يعني تفكير برضه يحترم وجهه نظره لانه هو المدرب الفني هو المسؤول هو اللي اعلم هو عاوز ايه بيفكر ازاي بتبقى حاجات قرارات فنيه هو صاحب القرار فيه لكن ايه انا ممكن اقول وجهه نظري وهو يعني هو صاحب القرار هو اللي يسال عن الكلام ده لكن انا اللي عاوز اقول لك انه اختيار التشكيل هيبقى يعني هيبقى برضه فايلر هيبقى عليه ضغوط برضه هيبقى فيه حاله قلق برضه يعني نتمنى ان شاء الله ان التوفيق يكون حليف اللعيبه في اليوم ده يبقى اللعيبه في حالتهم يعني لازم يبقى في حاله من التركيز انت ايش تخلي ذهنك خالص بره اي شيء ان دي مباراه بالنسبه لك دي مباراه الطريق للبطوله ما لو ما كسبت السان داونز وما تخططوش تاخد البطوله ازاي يعني هتحلها ازاي لا ما ينفعش هي مشوار البطوله كله دلوقتي المباراه من اللقطه دي خلاص انت بتحط رجل بقى في قبل النهائي بقى نفكر بقى تفكير ثاني طب خلاص يعني دخلت المرحله دي ان شاء الله يبقى يعني الضغط يقل عليك يعني مش بيزيد لانك انت تجاوزت في مدرسه بتقول دايما يا استاذ محمود ما تنشغلش باي حاجه بره فنيات كره القدم ولا تنشغل بالحكم ولا عوامل ضغوط ولا جماهيريه فريق سان داونز على ملعبه كل الناس بتقول ان اللاعب المحترف اللي يقدر يفصل نفسه عن كل ده ويفكر في كره القدم بس في الملعب ويشتغل على الامور الفنيه والتكليفات المطلوبه منه بس هو ده ومفيش يعني اي بص عوامل بص خارجيه تؤثر بص على بص يا استاذ محمد بص في الفتره في الفترات اللي فاتت اللي الاهلي يعني تسيد فيها الامور سواء على الصعيد الافريقي وعلى الصعيد قليل قوي ما يعني عاوز اقول لك ايه الاداره نفسها كانت ترفض يعني ايه المساس بالتحكيم يعني ما يحبوش اي حد يحتك بالحكم يعني اللعيب اللي يخرج عن النص ما هو ده بيمثل ضغط على الفريق وبيعمل مشاكل ويخرجه من حاله التركيز انت دورك كلاعب انك تؤدي اللي عليك في الملعب المفروض كده فانت المباراه اللي زي دي هتشغل نفسك بانه بكاري جسامه ممكن يبقى ضدك خلاص انت خسرت المباراه انت لازم تجبر الحكم ان هو يبقى معاك بادائك وادائك وتركيزك والحفاظ وانك يعني تموت على الكره بتاعتك ما تسيبهاش فده دي حاجات بتبقى ده شغل من الاعداد النفسي ها والكلام من الجهاز الفني مع اللعيبه انه خلاص بينا على بعض خطوه ان احنا نوصل للسيمي فاينل بعد ما نوصل للسيمي فاينل يبقى في نهائي جديد ايه اكبر مميزات سان داونز فنيا من متابعه حضرتك لمبارياته على ملعبه بين جماهيره واللي لو افقدناه الميزه دي او قدرنا نتعامل معاه بشكل كويس انهينا بنسبه كبيره المباراه اللعب السريع والكرات العكسيه وخفه الحركه اللي عنده بصراحه يعني ده شيء هم مميزين في نقل الكره بسرعه الكره القصيره وبتاع لا يعني
هتحتاج منك جهد كبير يا استاذ محمد، تحتاج جهد كبير انك انت تقفل عليه وانك انت تضغط على اللي معاه الكره، مش تسيب ما تدوش فرصه، مش تاكتكس وفنيات بس، ده جهد بدني مضاعف كمان، جهد بدني، لا عشان اجاري الفريق ده واتفوق عليه في الفتنس في والحركه في الملعب في التسعين دي هيبقى في كميه جري ما جريهوش قبل كده، لانه فرقه متعبه جدا جدا. واكيد حضرتك لاحظت كده في كذا مشهد امبارح في المباراه، الاروبه الصغيره رقم 10 الارجوان، يا شفت تحركاته ازاي، شفت لعبه ازاي، شفت خفته ازاي، شفت ازاي بينسلت كده من وسط الدفاع وتلقاه منفرد. يعني فاللي انا عايز اقول لك ايه، انك انت محتاج اكيد فايلر واللي معاه عارفين نقطه ضعف سان داونز فين، انت لما ضغطت عليه افقدته الميزه دي، خلاص افقدته الميزه دي، لو سبته وطمعته وديت له الملعب خلاص هيتعبك. فانت مطالب انه لعيبه، لا مفيش اللاعب اللي معاه الكوره ما يتسابش، يعني ايه ايقاع المباراه يبقى متحكم فيه لعيبه الاهلي، محكوم، هم اللي بيستحوذوا اكتر، البوزيشن اكتر لصالح الاهلي، لعب على تمريرات اكتر، محكوم. هو بقى عندهم هم كل ما يمر الوقت كل ما هم يتوتروا، كل ما يبقى عندك فرصه انك انت تباغت بهدف، فده محتاج لا تركيز خاصه في الشوط الاولاني. الشوط الاولاني حكايه والشوط الثاني حكايه ثانيه خالص على فكره. يعني عديت الشوط الاولاني ان شاء الله بنتيجه سلبيه، التغيير في الشوط الثاني مش معنى ذلك المباراه انتهت، لا ده المباراه بتخلص في خمس بس كل دقيقه بتمر والنتيجه في صالح الاهلي بتكسبنا ارض في المباراه دي وتدي ثقه اكتر للاعبين. ما عدم انك انت تسرح السرحان. هو هدف الهلال جه من ايه؟ بتاع 1-1 بعد، مش بعد كره كهربا، انفراد وضيعها بغرابه شديده. انا يعني كل الناس اللي بتتفرج على الماتش حتى يعني في حاله من لا مبالاه، يعني ما كانش المفروض تعمل احسن من كده، خلاص انت خلصت الماتش. فانت يعني لا تستهين بالمنافس لانه هو يبقى عايز يصطادك من اي جزء، هيحاول يعمل يضغط عليك او انه يستغل لحظه الفريق فيها مشتت بعد حديث مع حكم. هم متمرسين في الكرات العكسيه والاوفرات دي، كل ده الكلام ده محتاج شغل، محتاج انك تقفل، يعني تقفل ما تدوش فرصه انه يعمل اوفر، ما تدوش فرصه ان يضربك بكوره من خلف الخطوط، لا يعني اكيد كل ده متشاف، واكيد ده كله لازم اللعيبه النفسيه لازم ايه، عارف انت واحد بيعيش المباراه بينام بيحلم بيها، فيبقى عارف ده اللي بيلعب معاه مين، المان بتاعه بيعملها ازاي، يعني كل ده الكلام ده الحاجات دي خلاص، ده المفروض دي شغلتك، ده اداك يعني. بس خارج الامور الفنيه واللي هيحددها فايلر وجهازه المعاون وافضل تشكيل او انسب تشكيل من وجهه نظر المباراه والالتزام بالتكليفات، حضرتك شايف ان الامور الخاصه بالروح القتاليه وروح الفانيله الحمراء الدوافع امر حاسم في المباريات اللي جايه دي دبع. محتاجين يكون في اعلى معدلاته عند كل اللعيبه. مش عايز ان ما نقدرش لا يبقى عندنا لاعب واحد في الملعب مش بيأدي بنسبه 100%. بص يا عزمه، يعني المباريات اللي زي دي ما ينفعش واحد يقعد في الملعب بيتفرج على زمايله، يعني لا ما ينفعش، يعني اذا لما تم فقدان الكره لازم يعني لا يعني فايلر اكيد يبقى عنده تكتك ازاي تسترد الكوره. الاهلي مش عاوز اقارن، يعني عاوزين نحطه في مقارنه ايام مانويل، الوضع مختلف، لما كان الاهلي يفقد الكوره كان يستردها في خلال دقيقه دقيقه ونص، ده لو دقيقتين تبقى مشكله. يعني ايه استرداد الكوره وافتكاكها من المنافس، دي برضو من الحاجات اللي محتاجه شغل كبير جدا، بتعمل لك تحول ان المنافس ضغط عليك وانت تخطفها، بتعمل يعني هجمه مرتده، بتبقى الوضع مختلف بالنسبه لك. فانا عاوز اقول لك انه مباراه مش هينفع فيها غير انه ال 11 يبقوا ايد واحده، يعني لما تفقد الكوره ازاي تتحول بسرعه، يعني الجهد العمل المباراه واهميتها، يعني ايه هنقعد لو قعدنا نحكي فيها يا جماعه، المباراه دي في غايه الاهميه، في غايه الاهميه نفسيا انك تسترد بيها شخصيتك واعتبارك كبطل، ترد على الخمسة انها جاءت وحصلت في ظروف مش طبيعية، وظروف ما كانش الفريق فيها، ممكن ما كانش يومك، اي بطل بيتعرض يعني لهزة، بس من خلال الهزيمة دي جاستن سيرينو اللعيب اللي حضرتك كنت بتتكلم عنه، زملائنا حتى في الاعداد بيقولوا استاذ محمود صبري اللاعب اللي كان بيشير اليه صانع الالعاب او البلاي ميكر او لاعب الوسط المهاجم لو حركته الارشق بينهم بين اللاعبين، وكمان مهاري بدرجة كبيرة، هو الفريق ده بيميزه
بيشبهوه بالفرق البرازيليه في طريقه الاداء، وان كانوا كافراد مش مهاريين قوي زي فرق امريكا الجنوبيه، لكن طريقه نقل الكره على الارض ما بيلعبوش كرات عاليه او طويله، بيلعبوا كره يعني قليل قوي، وعندهم الباس متقن بين اللعيبه. فبس عندهم طبعا في عنصر او اثنين مهاريين نوعا ما، منهم طبعا لاعب حضرتك اشرت اليه، فاحنا قادرين نتعامل مع ده، وعندنا عدد من اللاعبين اللي بيطلق عليهم ان هم كي بلايرز زي ما حضرتك قلت، لو في حالتهم عندنا اكتر من لاعب مهاراته عاليه جدا وخبرات في الملعب، ولاعبين عندهم صفه القائد في الملعب زي نجومنا وليد سليمان واحمد فتحي وغيرهم، ان شاء الله نكون قادرين على الحسم. بس تتوفر الدوافع اللي حضرتك اتكلمت عنها. محتاج يعني فاينر يدي لاليو ديانج جراءه شويه انه يزيد. ده الجمهور مبسوط منه يا استاذ محمود. لا لا ده من اللاعبين يعني في الدور ممكن الهجومي ممكن يبقى له يعني ممكن يبقى له استفاده من تسديداته يعني. يعني عندنا في اثنين عندهم يعني محتاج شغل على التسديدات بتاعت السوليه لما يكون فايق المباراه دي لازم يبقى فايق. والسوليه بدا يقوم بالدور ده الموسم ده والموسم اللي فات بقى مهامه الهجوميه زادت وبقى بيقدر يحرز الاهداف. ايه هو اللي يفرق البطل عن اي عن اي فريق اخر؟ التفاصيل الصغيره يا استاذ محمود، التفاصيل الصغيرة هي اللي بتحسب مباريات ازاي دي. الاستفادة من كرة ثابتة، الاستفادة من تركيبة هجومية مخادعة تسجل منها هدف، الاستفادة ممكن تحصل لقطة يعني تخدع بيها بنفسك. البطل بيبقى عنده تركة بتيجي في اللحظات اللي زي دي بيلعب عليها، بيخدع بيها المنافس، زي حاجة مخبيها وفجأة تروح ظاهرة كده معمولة بطريقة معينة. ده الشغل البطل عن اي منافس اخر. اذا لم يمتلك البطل تفاصيل صغيره في المواجهات الكبرى تبقى صعب عليه انه يحسم. هو هنا حضرتك بتطلب حاجه طبعا من سمات الفرق الابطال، انه اللاعبين يبقى عندهم الفاعليه على المرمى في كل فرصه متاحه لاي لاعب من العشر لاعبين. هنستبعد حارس المرمى من الحسابات دي، بنتكلم عن العشر لاعبين، وبالنسبه لاكبر لاعبي الوسط ولاعبي الهجوم حتى الهاف ديفندرز في لاعبي الوسط، انه الفريق البطل بيبقى محتاج يبقى فيه افشنسي او فاعليه وخطوره على مرمى المنافس عند كل مجموعه الوسط. تعمل حاجه بتطلب ده يبقى حتى عند ديانج وسلايا كل المجموعه. ما انا بقول لك تعمل حاجه يعني المنافس ما يقدرش يعملها او ما تبقى مش يعني مش في حساباته. يعني لازم يبقى عندك ميزه، عندك لعبه، عندك يعني ايه بره تصور المنافس. بره تصور المنافس ده هو ده البطل. امال البطل هيجي من فين؟ انه مش في تخيله خالص المدير الفني صن داونز في هجمه هتتبني على انها توفر مساحه تسديد لديانج. لا عندي حلول بعيد عن حساباته، لازم يكون عندي حلول مش تقليديه، وحلول لما غير تقليديه ومبخته. اذا ما كانش عندك الكلام ده بيحتاج ايه؟ جهد، تمرين، تكرار، تحفيز، وإعادة وشغل. الكلام ده مع دوري قوي. ما هو مين اللي بيولد لك الحاجات دي انك بتعمل الشغل من الدوري القوي؟ والدوري القوي ومع المواجهات اللي زي دي ازاي انت بتعرف تطور نفسك؟ ازاي انت بقى عندك انت كل الامكانيات موجوده فعندك شايف قدرات اللعبه بتاعتك كويس، فازاي تقدر تحفظ انك انت عاوز تعمل حاجه ما حدش يتوقعها منك في المباراه؟ يعني لعبه بتعملها بتخلص منها هدف خلاص، تيجي في توقيت معين تيجي الفرقه الكبيره عامل حاله فوران كده في الهجوم بيخلص المباراه في لقطه. فاعتقد انه يعني ان شاء الله يعني باذن الله تعالى يعني فايلر يفاجئنا بحاجه زي كده باذن الله ان شاء الله، يعمل حتى يعني على مستوى اختياراته في التشكيل ان شاء الله يكون يعني موفق. الناس كلها عندها ثقه فيه وعندها يعني ان شاء الله يعني ربنا ان شاء الله يوفقهم ان شاء الله. يعني مباراه مهمه جدا، مباراه صعبه، لكن الاهلي قدروا كده ان هو هختتم الحديث في النقطه دي بانه حضرتك شايف انه اسبوع متوفر ان شاء الله او ست ايام قبل اللقاء. حضرتك شايف انه مع وجود الكابتن الخطيب رئيسا للبعثه، مع كل الامور اللي اكيد هيركز عليها الكابتن الخطيب في حواراته مع اللاعبين خلال فتره الاستعداد، مع الجهاز الفني، التوجيهات اللي بعد مناقشات هتتم بينه وبين فايلر والكابتن سيد عبد الحفيظ وكل الجهاز المعاون، اعتقد انه اكيد هيبقى في مساحه لنقل الخبرات دي للاعبين والدوافع والتركيز على انهم يبقوا كلهم في احسن حالاتهم، قمة تركيزهم وادائهم البدني كمان في الملعب. اكيد هيبقى في حرص على ده. احنا كنا عاوزين نعرف بس فايلر الراجل قال له ايه لما بعد ضربه الجزاء قعد مسك ودنه ما حدش عارف الحوار الجانبي ده. كانوا يعني بيحكي له رايه في الكوره، بس الحمد لله انها المباراه خرجت بشكل بنسبه ما يعني الجمهور راضي عن النتيجه، وفي حسابات الفرق طبعا في المباريات الاقصائيه نتيجه جيده، ولكن تحتاج الى استكمالها في المباراه الثانيه ان شاء الله. بص شفت الجمهور عمل ايه؟ الكوره من غير جمهور ما فيش الروح فيها.
يعني خطوه كانت مهمه جدا، وكان نفسي ان الاستاد يبقى فيه 70,000 سواء في مباراه الزمالك، سواء في مباراه الاهلي، سواء في اي مباراه. النادي الاهلي طلب خلاص، يعني عاوز اقول ايه، النادي الاهلي خلاص يعني بدا مكتمل. الجمهور يستجيب، وبقول جمهور الكوره يا جماعه انت رايح تشجع فرقتك، يعني من الصالح انك تدافع عن فرقتك مش رايح تضر فرقتك. يعني الناس تقعد بس، يعني الشباب يفكروا انت عاوز بتحب الاهلي بتحبه ازاي؟ بتحب انك تاذيه ولا بتحب انك تدافع عنه؟ بتحب انك تدافع عنه وتقف معاه وتسنده وتسند لعيبته، لكن مساله انك انت مساله عشان تروح يبقى في مشاكل ويبقى في خروج عن مش في الصالح. يعني هنا بتقول الجماهير ساعدوا، ايوه لازم الاجهزه المعنيه انها يعني تزود ساعه الجماهير او عدد الجماهير. طبعا تخطي باذن الله عقبه الصندوق هيبقى يا جماعه الامل بيزداد وبيقترب. احنا بطوله مهمه جدا ورساله مهمه جدا، لان البطل ما زال موجود في الساحه، وان البطل رغم كل الظروف كل الحاجات اللي مرت عليه انه قادر ان هو يرجع ويمتطي صهوه جواده زي ما بيقول. والاهلي فريق مش عاوزين يعني سيب يعني كيلو التاريخ شويه، ها خلاص تاريخ حافظ اللي فيه، لابد من النظر من دلوقتي في المستقبل انه الاهلي محتاج دعم ومحتاج مسانده ومحتاج شغل ومحتاج من اللعيبه شغل اكتر من كده، والاداره محتاجه تطور. لا حضرتك كمان دايما عندك طموح في تعاقدات جديده واضافات. لا فريق الاهلي محتاج دايما تجديد ودعم بعناصر، حتى تظل في متصدر لابد انك انت تدور وتبحث عن اللي بيضيف لك. يعني لا الامل كبير، لكن ان شاء الله الامل ده لا يولد الا بالاخلاص والجهد والعمل والتضحيه والتفويضه بتاع ربنا سبحانه وتعالى باذن الله. ان شاء الله نكون موفقين ونحسم اللقاء هناك على ملعب المنافس في بريتوريا يوم السبت القادم في 3 عصرا، مباراه العوده في دور الثمانيه امام سان داونز بطل جنوب افريقيا، وان شاء الله نستكمل النجاح اللي بداناه في المباراه الاولى بالفوز بهدفين نظيفين. هختم مع الحوار مع حضرتك بسؤال عن رؤيتك لمنتخب مصر للشباب، اداء منتخبنا وخروجه في بركلات الترجيح امام المنتخب السنغالي في بطوله كاس العرب. طبعا هي بطوله يعني اعتقد كانت فرصه كابتن ربيع ياسين من المدربين اللي عاوز اقول لك يعني بيدوروا على حته الذهب عشان يلمعوها. يعني دايما كابتن ربيع بكل فتره عندما يعطيه اتحاد الكره الثقه بيقدم وبيطلع جيل، والجيل ده يعني لو قعدنا نتكلم قبل كده خد معاهم كاس الامم الافريقيه، وقبل والمسائل قبل كده يعني بعد ما خد كاس لعب كاس عالم وتم استبعاده جابوا مدرب اجنبي ما عملش النتائج وبتاع، لكن في جهد بيتعمل. انت محتاج على مستوى القاعده مزيد من التطوير يا اسمح. كره القدم المصريه ازمتها في ان القاعده الناشئين فيها تاكل، ما فيش المواهب اللي تقدم بالصورة حتى الآن. عشان كده أنا من وجهة نظري وقلت بقول الكلام ده لحضرتك، محتاجين نقلل عدد المحترفين في صالح الكرة المصرية والأندية قبل المنتخبات. محتاج ترجع مسألة 2 على الأقل، لكن مسألة تبقى 4 و5 أنت ما عندكش العناصر اللي بتقول انه بعد بكره المنتخب يستفيد. مفيش، انت بدليل انك انت عندك مشكله في راس الحرب، عندك مشكله في الباك رايت، عندك مشكله في الباك ليفت، عندك مشكله في الديفندر، ولما لقيت واحد اتصاب يعني حضرتك عايز ان يبقى في تركيز اكبر. في تركيز على المواهب الحقيقيه الاجيال الاصغر من المنتخب الاول، ان دي مستقبل الكره. حجم الانفاق اللي انت بتعمله على قطاعات الناشئين ده فين النتيجه؟ يعني بص كابتن ربيع ياسين عامل جهد لف الدنيا كلها عشان يطلع المنتخب ده، النهارده خسر بضربات الجزاء، وكان ممكن فريق كان لاعب فريق السنغالي مطرود منه لاعبه وتم اهدار ضربه جزاء يعني بغرابه شديده جدا. لكن يعني لكن اقول لك خطوه كويسه جدا، انت بتدور وبتدي فرصه، لكن مساحه قاعده الناشئين محتاجه اكبر من كده. عدد الممارسين منتخبات لازم يظهر في البطولات الافريقيه تحت اي شكل، لان كل ما يبقى عندك منتخبين ثلاثه بيروحوا يلعبوا في افريقيا في اجيال بتطلع، في لعيبه بتتشاف. قول لي من بعد محمد صلاح ومش عارف كوكا ونيني مين المحترفين اللي طلعوا بره؟ فين؟ مفيش. هي تريزيجي يعني حاله واحده. ما هو تريزيجي لا ده تريزيجي محترف من بدري. انا بكلمك طبعًا. لا انت اعتبرته احنا بنتكلم بشكل عام مش على لا اعتبرته لما راح الدوري الانجليزي انه ده كان احتراف بالنسبه الدوري التركي طبعا برضه محترف من فتره. انا بقول لك لكن انت لما تيجي تبص على عدد المحترفين المصريين بشكل عام محدود. طب عدد الناشئين في الانديه بتاع الدوري الممتاز هتعدهم على اطراف الصوابع اللي هم يعني ايه عليهم العين؟ مفيش.
بتلقاش حتى في المركز. عموما هقول لحضرتك سريعا احنا منتخبنا عشان لو حضرتك عايز تقول عنه تعليق اخير بعد الاشاره والاشاده بجهد الكابتن ربيع ياسين المدير الفني، التاهل كاول مجموعه برصيد 7 نقاط والفوز على منتخبات الجزائر 4-1 ثم السعوديه تعادل 2-2 ثم فلسطين الفوز 4-2 ثم بعدها فاز على منتخب العراق 1-0 وتاهل لهذه المباراه وتم اقصائه امام المنتخب السنغالي بركلات الترجيح. يعني حضرتك بتاكد على اهميه الحفاظ على ودعم المنتخبات الواعده اللي فيها عناصر مميزه واعطاء مساحه اكبر للاجيال الجديده اللي هي بتقرب من سن الفيرست تيم على مستوى الانديه والمنتخبات، الاجيال اللي هي في سن 17 و18 دي وقودها ومستقبل المدربين. يعني انت عندك دلوقتي كابتن ربيع متخصص في الجزئيه دي، لازم يبقى عندك 2 3 4 ربيع ياسين، يعني تجيب ناس والناس دي المدربين دول تديهم الامكانيات. 17 سنه لسه زملائنا بيقولوا لنا كمان عشان حضرتك تعلق، عندنا اصغر محترف مصري في كره القدم حاليا بلال مظهر بيمثل نادي باناثينايكوس اليوناني، طبعا من الانديه الشهيره في اليونان وفي اوروبا بشكل عام، وعنده 17 سنه ولسه لم ينضم للمنتخب الشباب. يعني في عناصر كمان ممكن تبقى اضافه لمنتخب الشباب في الفتره الجايه. كلام جميل. انت محتاج ايه؟ انه سياسه الاتحاد الكوره انك انت تجيب المدربين بتوع الشباب ودول ياخدوا اعلى راتب، لانه ده اللي بيبني لك من تحت، ده اللي بيقدم لك. للاسف احنا لسه ما عندناش النظره ايوب تشوف ان الخبرات محتاج انك انت تبني قاعده وتشوف وتوسع. ما عندك 17 وعندك منتخب 18 و19 وتشوف كم مسابقه في الاتحاد الافريقي بيعملها، يبقى عندك فيها منتخبين ثلاثه على الاقل. لان شوف انت من بعد ايه؟ من بعد يعني كابتن ربيع ياسين اخر حاجه خدنا معاه كاس امم، الجيل اللي قبليه كابتن حسن شحاته اللي هو جيل، شوف مين عماد متعب، شوف من كام سنه خدنا كاس الامم ورحنا كاس عالم في الامارات وعملنا نتائج. دول اللي دول بقوا القاعده اللي كانت ايه؟ اللي عملت الشغل بتاع بقى الكره المصريه اللي اتصدرت بيهم. مين انضم ليهم؟ مين؟ عناصر خبره، بركات، ابو تريكه. عايزين اعاده نظر في سياسات اداره امور كره القدم للفئات الاصغر عمرا، مراحل الشباب والناشئين. اذا لم تكن عدد يعني المنتخبات الصغيره معمول لها شغل ويختار مدربين عندهم كره، بلاش حكايه المجاملات، بلاش عشان ده صاحبي ووقف معايا في انتخابات تجيبه، بلاش عشان ده ملف تاني عايز حلقه لوحده. لا لا لا، عاوز حد تأهيل المدير الفني ازاي واختيار المدربين ازاي، عنده فكر ويقول لك وتشوف السي في بتاعه. موضوع عايزين نشوف ازاي نحط له يعني طريقه عمل او برنامج عمل ونقاط معينه او معايير معينه لاختيار المدربين الاكفأ والانسب لكل فريق وكل مرحله، من غير مجاملات زي ما حضرتك قلت او موائمات لارضاء كل الانديه والتوازنات. للاسف وقتنا انتهى، لكن بنسعد بوجود حضرتك معانا دايما على شاشه قناه الاهلي. بشكر حضرتك الناقد الرياضي ورئيس القسم الرياضي في الأهرام الأستاذ محمود صبري، شكرا جزيلا. شكرا لك. مشاهدينا بشكر حضراتكم على المتابعة، القادم أفضل إن شاء الله، وقادرين بإذن الله نجومنا وجمهورنا عنده ثقة بلا حدود في قدرات فريقنا بإذن الله وبعثة النادي الأهلي المتجهة الساعة 11:30 ليلا بتوقيت القاهرة اليوم. بعد قليل إن شاء الله المتجهة إلى جنوب أفريقيا إلى جوهانسبرغ ومنها إلى بريتوريا لمواجهة سان داونز المهمة في مباراة العودة في دور الثمانية في دوري الأبطال الأفريقي، والتركيز والجدية في هذه البعثة اللي بيتولى رئاستها رئيس مجلس الإدارة الكابتن محمود الخطيب. كل التوفيق لنجومنا في مباراة العودة عصر السبت القادم إن شاء الله. بشكر حضراتكم على المتابعة وإلى اللقاء.